مرحبا، حلقة جديدة من تيست درايف. اليوم معنا السيارة الجديدة كليا من اودي اللي هي Q3. عم نلاحظ انه السيارة مبنية على قاعدة الـ A3 نفسها، من الشكل الخارجي عم تحافظ على هوية فئة الكيو من اودي اللي هي نفس Q5 نفس Q7 من الخارج، بس بشكل مصغر شوي، بإضافة لأضواء LED اللي عم تتميز فيها اودي وما زالت تطورها بكل جيل عم تطلقه من سياراتها. أول شيء بنشوف اللي هو الرنقات بمقاس 19 إنش اللي عم يعطي كمان شكل رياضي للسيارة والشبابي بنفس الوقت، مع الإنحناءات الموجودة بوجود علامة S-Line اللي عم تعطي هي الكت الرياضي للسيارة أودي هاي، بإضافة كمان للون الكروم الموجود كحرف على زجاج السيارة، وبالأعلى اللي عم يعطي تناسق مع لون السيارة الرئيسي. نوصل للسيارة من الخلف، عم نلاحظ ان اودي استخدمت اضواء LED مرة ثانية بالسيارة، دبل اكزوست، اضافت اودي كمان جناح للسيارة عشان يعطي توازن على السرعات العالية. عم نلاحظ من الامام من الخلف وجود الحساسات، اودي بتهتم بالسلامة، عم تعطي عطول تطور بتتابع التكنولوجيا، فعطت نظام الباركينج التلقائي بين سيارتين. بالنسبة لسعة سيارة Q3 من الخلف، عم نشوف تقريبا سعتها بحوالي 460 لتر، بس اذا حبيت تزيد السعة فبإمكانك أنه قلب الكراسي من الأمام لتصير تقريباً ساعتها 1365، بس عم نشوف أنه في ميلان بالكراسي اللي بتنقلب، فما عم بتكون على مستوى يعني مستقيم نوعاً ما، بس سعة ممتازة كسيارة شبابية يعني. نشوف السيارة من الداخل ونبدأ من الخلف. عم نشوف انه في امكانيه كثير سهله للصعود للسياره وحتى النزول منها. اودي محافظه على الاريحيه لركاب السياره، صح في انحناء بالسقف بس هي ما بتضايق انه من ناحيه الراس او حتى الاقدام. مستخدمه انواع جلود كثير حلوه كثير فاخره، ماتيريال كثير حلو. مستخدمه كمان اودي خاصيه الايزوفيكس بالنسبه لمقاعد الاطفال. اودي استخدمت ماتيريال نوعية كتير ممتازة. عم نشوف الستيرينج تبعها عاطي كمان طابع رياضي شبابي، إمكانية التحكم بالجير من خلال الستيرينج، شاشة وسطية واضحة نوعا ما، وجود السكرين كمان بسبع إنش اللي عم تعطي ألوان كتير واضحة للسائق، إمكانية التحكم عبر إعدادات السيارة عن طريق الستيرينج، الصوت، تليفون أو أي شيء. استخدمت أودي كمان بهالسيارة أضواء LED من الداخل اللي عم يعطي رؤية واضحة أثناء النهار أو حتى في الليل، القراءة كمان أضواء LED. وصلنا مع بعض لنشوف هالمحرك تبع سيارة Q3، محرك 4 سلندر من TFSI كواترو 2.0 لتر، عم بيولد قوة 211 هورس باور اللي عم بيعطي انطلاقة من الثبات ل 100 كيلومتر تقريبا بحوالي 6.8 seconds، فهذا الشيء كثير حلو. بالنسبة للمحرك خلينا نحكي شوي عن تقريبا الوقود او استهلاك الوقود، يعني بيستهلك هالمحرك 7.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، فهذا الشيء كثير حلو على هالسيارة كسيارة شبابية رياضية لطلاب جامعة او استخدام يومي كمان. نتعرف على السيارة على الطرقات ونحكي عنها اكثر. هلا السيارة ككروس اوفر كواترو اول ويل درايف عم تعطي ثبات كثير حلو على الطرقات، على السرعات العالية، على الانحناءات، طرق الوعرة، فهذا شيء حلو حطته اودي لهالسيارة. بالنسبة للسيارة من الداخل عم نشوف عدادات عم تعطي رؤية واضحة، شاشة وسطية بتبين شو عم تشتغل، بتتحكم من خلال الستيرنج كمان، فبتبين لك شو عم تتحكم بالاعدادات السيارة. بالنسبة للشاشة ال 7 انش اللي عم تعطي ألوان واضحة 3D، فيك تسكرها مانوال بالإيد وترجع تفتحها كمان بشكل كتير سهل. طبعا عم نشوف انه في وضعيات مختلفة للقيادة اللي هي الدايناميك، الكومفورت والأوتو. بالنسبة للكونسول الأمامي عم نشوف كتير سيمبل كتير خفيف، بس عم بيوفر كل الاحتياجات، يعني فيك تحط فيه 2 ميموريز، توصل عليه التليفون، حتى فيك توصل التليفون عن طريق البلوتوث.
بالنسبة للجير، جير استرونيك سبع غيارات، كمان هذا الشيء كتير حلو على الاس لاين، يعني عم بيعطي كمان كتير أريحية للمحرك، سرعة تبديل حلوة للجير. طبعاً أودي عم تزود سيارة Q3 بنظام صوت ممتاز بيتكون من 14 سماعة بوز ليعطي جودة صوت عالية كسيارة شبابية رياضية، وبالتأكيد سقف البانوراما اللي عم يعطي إضاءة حلوة للسيارة أثناء النهار دخول أشعة الشمس، بنفس الوقت الشبابيك بالنسبة للسيارة اللي إجت لدول مجلس التعاون الخليجي إجت شبابيك معزولة حرارياً، بإضافة للمكيف الأوتوماتيك اللي بيتغير حسب درجة الرطوبة والحرارة. طبعاً أودي عم تضيف لنا على هالسيارة خاصية موجودة بس فقط بالسيارات الفخمة اللي هي حساسات النقطة العمياء اللي بتساعد على التجاوز. هاي كان تجربتنا لليوم مع هالسيارة، شوفونا بحلقة جديدة وتجربة جديدة، حياكم الله. هلا إذا مرقت سيارة، مرقت. محرك كوارتو